من الخلف ساجد رافعا سبابته نحو السماء، قال إن مولاي يدعوك. أقبلت إليه أمه، أخذته من يده وجاءت به إلى أبيه. لما نظر إليه، لما وقعت عينه على ولده المهدي، بكى بكاء شديدا وقال: يا سيد أهل بيته اسقني الماء. تصور وياي الإمام الحجة عمره 5 سنوات، تناول القدح بيد وحرك شفتي أبيه باليد الأخرى وسقاه الماء، ثم قال: هيئني للصلاة. وضع منديلا في حجره، وضأه واحدة واحدة ومسح على رأسه وقدمه، وصلى إمامنا صلاة الغداة، صلاة الفجر في فراشه، يعني من جلوس. ولما فرغ من الصلاة أقبل على ولده قال: ابشر يا بني، أنت صاحب الزمان، أنت خليفة الله في أرضه، أنت الحجة، أنت خاتم الأوصياء، بشر بك جدك رسول الله وسماك وكناياك، وجعل كل واحد يودع الآخر. أهل الإمام العسكر اليوم بمصيبة، حايط يمه وكل من يطوح نحيبه، ونرجس تنادي: يا زعيم الطالبين، قلبي شعبته بكثر لوعاتك ولونين، وهذا ابنك القايم بصفك يهمل العين، وعن حالتك ينشد بحسرة ولا تجيب. حبيبك هذا مهجة قلبك، هذا عزيزك وابنك التفديه بالروح، والجان يشفي لا حضر من قلبك جروح، يمك ينوحو حتى متسكته من النوح، لهالحد رخصته وانقطع منك نصيبه. انظر إليه يكسر الخاطور، قرحت الدموع جبانه، شوفي ون الونتك وجر حسره، وكل ما وانت تكسر بصدره العبره، يكسر الخاطر يلطم بإيده على صدره، ولا حد يسكن راعته ويرحم نحيبه. ادنى ولده منه يشبعه الاثمايا، والتفت الى نرجس قال: يا نرجس، لا دريتي بقلبي صار من كثر نفث الدم والسم الشعل نار، ما كان
علمتوني على تشتيت الأفكار، ولا كان قلتي ما قلبي عن حبيبه. تدرين ذبني ومهجتي وبهجة فادي، لكن حرارة سمي انستني أولادي، ونفث الدموم النغص الشربي وزادي، نحل عظامي وزيد بقلبي لهيب. ما قصر بي العدا في شرب الهموم، تقضت ايامي في السجن يومين بعد يوم، رد على جبدي قطع بحر الاسمام، واظن ايام الاجل مني قريب. وين التفت يم الولد وانا صالي، سمان سم قلبي وسم ضيعت عيالي، واشوفكم بعد يتام بغير والي، ببلاد غربة والأهل بديار طيب. أكبت عليه تودعه صاحت يعزنا إن شاء الله، تقوم بسلامة ترجع ابن طيبه، ولا نرجع يتامه. شلون نرجع بليك يا ابو محمد؟ قالها استعدي وانقطع عنها كلامه، صاحت يا ويلي راح عز منين اجيب، بعدك يا عزي من يساعد سر الوجود، ويا هو اللي بينا للمدينة عقبك يعود، يا ليت قبلك غيبتني كان للحود، ولا ظل بعدك بين عدوانك غريب. أجركم الله أحسن الله عزاءكم. روى ابن بابويه عن أبي الأديان قال: كنت أخدم الإمام الحسن العسكري أحمل كتبه إلى الأمصار، دخلت عليه في علته التي توفي فيها، كتب معي كتبا وقال: امضي بها إلى المدائن وإنك ستغيب 15 يوما.
تدخل سر من رأى يوم الخامس عشر، تسمع الواعية في داري وتجدني على المغتسل. قلت مولاي إذا كان ذلك فمن صاحب الأمر بعدك؟ قال من طالبك بجوابات كتبي فهو القائم بعدي. قلت زدني. قال من يصلي علي هو القائم بعدي. قلت زدني. قال من يخبر بما في الهميان فهو القائم من بعدي. فمنعتني هيبته أن أسأله عما في الهميان. خرجت بالكتب إلى المدائن أخذت جواباتها. دخلت سر من رأى يوم الخامس عشر كما قال، وإذا الواعية في داري والمنادي ينادي لقد مات العسكري. أنا من مناد وإمام يقول، وإذا أنا بجعفر بن علي الهادي بباب الدار، والشيعة من حوله يعزونه ويهنونه. فقلت في نفسي إذا كان هذا الإمام فقد مالت الإمامة، حيث أعرفه بشرب النبيذ وكان يلعب بالطنبور. تقدمت عزيت وهنأت فما سألني عن شيء. خرج الخادم وقال لجعفر، يا مولاي لقد كفنا أخوك فقم للصلاة عليه. فدخل والشيعة من خلفه، وإذا أنا بالعسكر في نعش مكفن. فتقدم جعفر للصلاة عليه، لما هم بالتكبير خرج صبي بوجهه سمرة وبشعره قطط وبأسنانه تفليج. جذب رداء جعفر وقال، تنح يا عم فأنا أحق بالصلاة على أبي. فتأخر جعفر وقد اربد وجهه. صلى الصبي عليه، شيع إلى مثواه الأخير، دفن إلى جنب قبر أبيه الإمام الهادي. وأقبل الصبي علي وقال، يا بصري هات جوابات الكتب التي معك. فدفعتها إليه. قلت في نفسي هذه بينتان بقي الهميان. جاء نفر من قم يسألون عن الإمام العسكري، فقيل لهم عظم الله لكم الأجر في إمامكم فقد مضى شهيدا. سألوا عن الخليفة عن الإمام، فدلوهم على جعفر. دخلوا عليه عزوه وهنوه، قالوا معنا كتب ومال، أخبرنا ممن الكتب وكم المال. فقام ينفض أثوابه وهو يقول، يريدون منا أن نعلم الغيب. خرج غلام من الدار وقال، معكم كتب فلان وفلان وهميان فيه 1000 دينار، 10 دنانير منها مطلية. فسلموا جميع ذلك إليه وقالوا، من وجه بك إلى هذا هو الإمام. وغاب إمامنا عن الأنظار، بدأت الغيبة الصغرى. مصيبة الشيعة من جهتين، وفاة إمام وغيبة إمام آخر. سيدي يا صاحب الزمان، متى يكون الفرج؟ فقد ضاقت صدورنا. متى ترانا ونراك؟ تكحل نواظرنا بطلعتك الغراء. متى نرى الرايات خفاقة والشعار؟
النار يا لثارات الحسين. هل بيتين ندب إلى إمامنا: يا صاحب الأمر أدركنا فليس لنا ورد هني ولا عيش لنا رغد، طالت ليالي الانتظار فهل يا ابن الزكي لليل الانتظار غد. يا ابو صالح جزاك العتاب واللام تظل صابر على اخذ الثار لليوم، يا هل من هلك ما راح مظلوم، لو مذبوح لو مجتول بالسيام. أنت الولي لمن بظلم قتلوا وعلى العدا سلطانك المنصور. جميعا مع هذا الدعاء، دعاء الفرج: اللهم كن